ولأولى فقراتنا ونستقبل ضيوفنا. واليوم كثير صرنا نسمع عن موضوع الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة، شو هو الفرق بين هدول النوعين؟ وكلنا بنعرف أنه الطاقة البديلة هي ممكن نحصل عليها من موارد طبيعية، كان من حتى من المحاصيل الزراعية من الرياح وغيرها من موارد الطبيعية، خلينا نقول هي تقنية صديقة للبيئة. يعني مؤخرا صرنا نسمع بطاقة الهيدروجين، وصرنا نشوف دول كثير سباقة صارت بهي القصة ليلى، لحتى تعوض موضوع الطاقة. ودائما وقت نقول شيء صديق للبيئة نحن عم نبعد عن شيء آثار سلبية بموضوع الاحتباس الحراري. أكيد يعني الطاقة الطبيعية كتير ضرورية، يعني بظل بتحسي إنه العالم كله هلأ عم يتوجه على الطاقات المتجددة بظل أزمة الطاقة اللي عم تمر فيها البلاد. لنحكي أكثر عن موضوع الطاقة والطاقة المتجددة وأهميتها معنا المخترع الباحث والمخترع محمد زهران. إياد محمد زهران، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير أستاذ إياد، أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم يعني هذا الموضوع بهم جميع السوريين بظل الوضع يلي عم نعيشه والخدمات المتاحة بموضوع الطاقة تحديدا. يعني بداية خلينا نعرف بمعنى الطاقة البديلة والطاقة المتجددة. أحيانا بصير خلط بين معنى النوعين، وأحيانا في ناس بفكر أنهم نفس الأنواع يعني أو نفس مصادر الطاقة. أول شيء صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. بالنسبة للطاقة المتجددة هي كل طاقة ناتجة عن العوامل الطبيعية تتجدد باستمرار بما يفوق الاستهلاك. بينما الطاقة البديلة طبعا هي صديقة للبيئة بالدرجة الأولى، هي بتكون من العوامل المناخية العوامل الطبيعية. أما الطاقة البديلة ممكن تكون طاقة أخرى مو بالضرورة تكون ناتج عن العوامل الطبيعية، ممكن تكون عن طاقات أخرى، عن مثلا الأمور العوامل اللي بيصنعها البشر، فهي بتكون طاقة بديلة. أما الطاقة المتجددة فهي التي تتجدد باستمرار، مو بالضرورة الطاقة البديلة صناعة الطبيعة فينا نقول هي متجددة. تمام. هلا طاقة الهيدروجين هي طاقة متجددة لأنه هي تنتج من الماء، تستخرج من الماء. هون بهالباب دخلت تحت باب الطاقات المتجددة، وهي طاقة رئيسية، وخصوصا إذا كانت بخط الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين متواجد بالماء بالدرجة الأولى وبطبقات الجو العليا فقط، أما ما أنه موجود بالهواء، ما له أي نسبة بالهواء. كان سابقا استخراج الهيدروجين من الوقود الأحفوري أثناء عمليات التكرير. طبعا هذا الكلام يعتبر في الهيدروجين يحوي على ذرات الكربون. هون ما رحنا بصداقة للبيئة. صحيح. صداقة للبيئة لما بيكون الهيدروجين الطاقة ما بتنتج أي ملوثات. باعتبار حضرتك عندك مشروع اللي هو طاقة الهيدروجين، أيمت بلشت برحلة البحث عن هذا الموضوع؟ هلا كانت رحلة البحث قديمة شوي، من سنة 2004 كانت بشكل متقطع، كان الشغف موجود عندي من البداية، عم ببحث عن طاقة تكون بديلة عن الوقود الأحفوري، إن كان وكانت بالدرجة الأولى هي بتشغيل السيارة. أنا من النوع اللي بعشق السيارات اللي محركاتها كبيرة، كان عندي موضوع مشكلة إنه في استهلاك كبير للبنزين، طب شو البديل له؟ أثناء بحثي لقيت أبحاث للمخترع ستاني ماير، ألماني الجنسية، هو أول من شغل السيارة على الماء، ولفت انتباهي الموضوع وشدني كتير. تابعت الموضوع، بلشت اختباراتي، بلشت أبحاثي كتير، فشلت أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، بمرات عديدة كبيت مصاريف مخيفة على هالموضوع إلى أن وصلت للنتيجة. لكن كانت النتيجة بموضوع أني أنا أفصل ذرات الماء لهيدروجين وأكسجين لكن بشكل مختلط. هلأ وصلت لإنتاج الهيدروجين لكن بوجود الأكسجين. هذا الكلام ما حقق لي أمان وإمكانية استهلاك للهيدروجين بالوقت اللي أنا بشابه، بالوقت اللي أنا بحتاج فيه، لازم يكون آنياً. كتير عذبني الموضوع، كتير واجهت صعوبات فيه، في مخاطر، إلى أن
بال 2019 وصلت ل او بال 2018 كانت اول خطوه الي بفصل الهيدروجين عن الاكسجين، وهي اللي حصلت على براءه الاختراع فيها باني انا افصل الهيدروجين عن الاكسجين بنقاوه 99.9. هذا الكلام مكنني من اني انا خزن الهيدروجين بكل امان واستهلكه بالوقت اللي انا بحتاجه بالظروف اللي انا بحتاجها بدون اي مخاطر. الاليه حساسه معقده كثير دقيقة، لكن تعطينا طاقة متجددة آمنة ونظيفة. طيب بعد عدة محاولات مثل ما ذكرت حضرتك، يعني مثل ما قلت مرة واثنتين وثلاثة فشلت، ولكن اليوم حضرتك نجحت بهي التقنية. اليوم شو التقنية اللي طورتها حضرتك وأدخلتها على فصل الماء عن الهيدروجين؟ يعني نحن بنعرف إنه هي بحاجة لدرجة حرارة عالية ولضغط عالي لتقدر، أو مخابر، يعني مخابر خاصة بالقصة؟ أبداً، الموضوع هو عبارة عن مولد هيدروجين. مولد الهيدروجين يحتاج إلى آلية فصل دقيقة. فصل الماء هو فصل عن طريق التشريد الكهربائي للماء. أثناء عملية التشريد في عندي ذرة الهيدروجين تتجه للقطب السالب وذرة الأكسجين تتجه للقطب الموجب. في عندي آلية فصل في جدر بنيتها لعملية الفصل، بحيث أنه ما يصير في اختلاط بين إنتاجية الهيدروجين وإنتاجية الأكسجين. هذا الكلام كتير في حساسية ودقة كبيرة كتير، يعني على أمور كتير بسيطة بتلاقي صار اختلاط. فهون أنا كتير اشتغلت على موضوع تطوير العملية وتطوير المولد وآلية عمل المولد إلى أن وصلت لتقنية اللي بتعطيني الهيدروجين بنقاوة 99. وين كنت عم تشتغل؟ هلا أنا الحقيقة عندي مكتب هيك بسيط، مساحته كتير بسيطة. عزلت المكتب، عزلت الأمور البرستيج للعمل، سويت ورشة خاصة، ومن خلالها قدرت اني انا اشتغل، يعني عزلت كل شيء اسمه علاقات عامة، على برستيج للتعامل العام مع اي وسط كنت اتعامل معه، وهو عبارة عن مخبري المتواضع اللي من خلاله عم بطلق هو شيء. لأنه نحن بنعرف يبدأ دقة وبدأ مخبر خاص بالقصة، يعني يقدر. ولكن اليوم نحن عم نحكي عن مشروع شخصي، يعني خلال الدراسات يعني كنت عم تحكي على الآلية، ولكن كطريقة يعني حابين هيك اليوم نوضح أكثر. يمكن اليوم أنت أو الأكيد تستخدم تيار كهربائي ضمن الماء. تمام، تيار كهربائي سالب وموجب، سالب وموجب بيفصل الهيدروجين عن الأكسجين. بالضبط، التيار أنا بقدر أتحكم فيه إن كان هو 12 فولت. طبعا التيار لازم يكون دي سي وليس اي سي. التيار أنا بإمكاني أتحكم فيه بأنه يكون 12 فولت أو 48 فولت أو 220 فولت أو 110 فولت. أي نوع تيار قادر أني أنا أستفيد منه. هلأ الأساس بموضوع توليد الهيدروجين ليكون هيدروجين أخضر، هو طبعا توجهنا باتجاه الهيدروجين الأخضر لأنه كل دول العالم اليوم عم تتوجه باتجاه الهيدروجين الأخضر، اللي هو بده يستمد الطاقة الكهربائية لفصل ذرات الماء عن طريق الطاقات المتجددة اللي حكينا عنها بالدرجة الأولى، إن كان طاقة شمسية أو طاقة رياح أو أي طاقة أخرى، مثل ممكن يكون أنا مستمد الكهرباء من العنفات اللي على جداول المياه او على او العنفات اللي على البحار، على امواج البحار. حضرتك ذكرت انه هذا الشيء، يعني اول ما فكرت بالبحث عن هذا المشروع انه كوقود للسيارة واستبداله، ممكن استخداماته لاشياء ثانيه؟ يعني شو هي استخداماتها لهي الماده؟ هلا الهيدروجين هو كطاقه، انا متى ما طالما انا ولدته وخزنته ضمن اسطوانات خاصة، صار بإمكاني أن أستهلكه لأي استثمار أنا بحتاجه، إن كان للتدفئة، إن كان لتشغيل المحركات، إن كان طبعا تشغيل المحركات يندرج تحته
موضوع السيارات او المولدات الكهربائيه. نعم. بالاضافه للاعمال الصناعيه والمشاريع الصناعيه اللي هي بموضوع تقطيع المعادن، صهر المعادن، تدفئه البيوت البلاستيكيه، وهذا الشيء اللي ان شاء الله عم بحاول اني انا اقدمه لبلدنا سوريا الحبيبه المعطاءه، بانه نخفف ب كلف الطاقة باعتبار انه صار الوقود الاحفوري في أزمة عالمية. أكيد، ونحن بحاجة لهذا الشيء بهي الظروف، وأكيد أي مشروع هيك بعد تعب ومثابرة كتير حلو لما تنجح بهذا الشيء، قد ما تعبت فيه يعني لذة النجاح بتنسيك كل التعب. تحكي لنا شوي عن مشاركاتك بمعرض الباسل والمعارض التخصصية. الحقيقة كان لي مشاركتي الأولى كانت بمعرض الباسل بسنة 2018، كانت بأول مولد هيدروجيني بالإطلاقة الأولى له، بالإضافة لمولد الهيدروجين لتنظيف محركات الاحتراق الداخلي من الكربون. حصلت على الجائزة الثالثة بمعرض الباسل على مولد الهيدروجين لتنظيف محركات الاحتراق الداخلي من الكربون. بالسنة 2019 كانت لي مشاركة الثانية بتطوير هالمولد ليكون يصير ضمن توليد الهيدروجين بالطاقات المتجددة والتخزين والضغط بشكل آمن وكلي، وكانت كتير مشاركة مميزة. بعد منها انتقلت لمعرض سير بترو، كنت مشارك بمعرض سير بترو، معرض سوريا الدولي للبترول والغاز، كانت بدورة 2018 وبدورة 2021. بال 2021 تم إطلاق منظومة التدفئة الهيدروجينية بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة بإصدارها الأول، اللي هو من خلال تزويد جهاز السولار، جهاز التدفئة اللي بيعتمد على الغاز بالدرجة الأولى، واللي كنا بنعرفه قبل الأزمة كان متداول استخدامه، قبل الأزمة كان يستخدم فيه الغاز المنزلي. طورنا هالجهاز على أنه يستقبل غاز الهيدروجين بدلاً عن غاز البوتان. طبعاً كان شوي معقد، المنظومة كانت شوي معقدة، أنه بحاجة لتكون منظومة الفصل عند المستخدم، وهذا الكلام كان مكلف جداً. طورت الفكرة ورحت باتجاهات كحلول، أنه بدل ما يكون المستخدم بحاجة ليأخذ الخلية الهيدروجينية يمتلكها له ويصير في حاجة لصيانات أو خطورات بالاستخدام، رحت باتجاه أنه لا، ليش ما بنشئ منشأة بخزن الهيدروجين وبضغطه وبجهز اسطوانات هيدروجينية تكون هي البديل عن أنه يكون عنده منظومة التوليد للهيدروجين كمستخدم. هذا المشروع اللي أنا رايح باتجاهه حاليا، واليوم عم بخاطب كل الجهات العامة بحيث أنه تكون داعمة ولو معنويا من خلال الموافقات، من خلال تسهيل الإجراءات والسماح باستخدام الهيدروجين كوقود بديل عن التدفئة، عن وقود التدفئة، لنساهم بجزء ولو بسيط من مساهمة الحكومة بتأمين بدائل الوقود عن للتدفئة. كنا هلا رايحين باتجاه موسم الشتاء ان شاء الله قريبا باذن الله، والشتاء اليوم عم بيجي بشكل قاسي، فبحاجه للتدفئة. لو قد ما حاولنا نغطي كشريحه لو كانت بسيطه، مشوار الألف ميل بيبدا باول خطوه، فنحن جاهزين لهالاول خطوه بالتعاون مع الجهات العامة إن شاء الله. أستاذ إياد، هيك اليوم صوتك بيوصل عن طريق صباحنا اليوم وعن طريق الإخبارية السورية، واليوم نحن فخورين بكل شخص عنده فكرك وثقافتك. خلينا نركز شوي على موضوع الهيدروجين الأخضر، واليوم صرنا عم نسمع فيه دوليا وعالميا بشكل كتير كبير، واليوم في صارت دول سباقة لإنتاجه، وفي توقعات أنه نحن بال 2030 2035 ممكن تكون هو الطاقة المستخدمة بشكل
بشكل مباشر. يعني نحكي عنه بشكل عام يعني، وخليني بس أعقب على خبر شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه المغرب 1 آب أعلنت صناعة أول سيارة تشتغل على الهيدروجين، وكانت أكيد برعاية الجهات الحكومية، ولكن كان شب يعني. اليوم الشباب يعني دائما عندهم طاقات ولكن بحاجة إلى هذا الدعم، فنحن بلشنا بهذا المشروع. خلينا نعرف بشكل عام بالهيدروجين الأخضر. يعني حبلش بآخر خبر حكيتي، شاب السيارة هو موضوع أو شي السيارة. اشتغلت السيارة عندك؟ أنا السيارة شغلتها من 11 سنة في 2010 على الهيدروجين 100%. كانت السيارة فوكس فاجن، نوع كروس فوكس، 1800 سي سي، شغلتها بشكل كامل. لكن أولا كنا بجوز كتير اسمع من الناس أنه طب وينك لهلأ، ليش ما أطلقتها؟ أولا كنا بظروف حرب. كان كطاقة كانت لسه طاقة غير معروفة، غامضة، الناس لسه ما بتعرفها، في ناس ممكن تخاف منها، في ناس ممكن تيجي تقولك وين انت فايت. للأسف كتير في أصوات وكتير في خطابات أو رسائل أحيانا الناس بتقولي مو خايفة حالك؟ قلن لا، أنا ماني عم أقدم شيء غلط، أنا عم أقدم شيء إيجابي. أنا بالنهاية أنا موجود، أولاً اشتغلت على حالي ودرست وطورت الآلية والمنظومة اللي عم أشتغل عليها لأقدمها لبلدي. صحيح. أنا ماني عم ساوي شيء بالخفاء. بالعكس اليوم هذا الشيء ممتاز على مستوى الاقتصاد يعني. أكيد. لا، في ناس بتقلك انه انت عم تفوت على خط الدولة، عم تغني عن البنزين، عن المازوت، عن الديزل. لا ابدا، هو نحن اولا واخيرا رايحين بهالاتجاه عالميا، كل دول العالم رايحة بهالاتجاه. اليوم في منافسة بين السيارات الكهربائية والسيارات الهيدروجينية، وانا برشح الطاقة السيارة الهيدروجينية ان هي تكون هي اللي تفوز. السبب انه ما فيها مدخرات، مدخرات السيارات الكهربائية مكلفة جدا، وكل زمن معين إلى تبديل، وهذا الكلام مكلف جدا، بينما الهيدروجينية لا، متجددة. طب خلينا هيك نركز على موضوع الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين الأخضر هو حصرا لازم يكون مولد طاقته مستمد طاقته الكهربائية عن طريق الألواح الشمسية أو الطاقة الريحية، بحيث أنه ما يكون عندي أي نواتج للكربون. يعني ما لازم يكون عن طريق كهرباء عامة أو مولدات صناعية. فالهيدروجين الأخضر يستمد طاقته إذن من الطاقات المتجددة ومن الماء، فهذا هو الهيدروجين الأخضر بكل بساطة. لتر الماء يحتوي على 1850 لتر هيدروجين وأكسجين بنسبة 2:3 H2O. ما عندي أي نواتج كربونية. الطاقة الموجودة بالماء هائلة جدا. الماء كلنا بنعرف انه الماء يشكل 70% من حجم الكرة الأرضية. فهو اكبر طاقة خلق رب العالمين للإنسان، لكن جيت الوقت متأخر. خلال هي رحلة البحث ولحتى وصلت لهي التقنية، هل كان في حدا داعم لك او حتى ممول ماديا خلينا نقول؟ هلا صراحة الجهة الوحيدة التي دعمت هالموضوع هذا مشكورة هي المركز الوطني لبحوث الطاقة. بعد حصولي على براءة الاختراع سنة 2019 قدمت عرض من خلال الاتفاقية للتعاون على رعاية واختبار المنظومات التي تخدم التدفئة أو الطاقة الكهربائية أو أي طاقة أخرى أو أي استخدام آخر، بحيث أنه يرفع العبء عن الشبكة الكهربائية. لكن من ناحية الدعم المادي صراحة للأسف نهائيا ما في أي جهة، كله من مالي الخاص. والدعم الوحيد لهالموضوع هو والدي، الله يبارك فيه. لولا أنا كنت أكيد كنت يعني ما وصلت لواحد بالألف من الخطوات اللي أنا اليوم وصلت لها، لكن كتمويل كله بشكل خاص. أنا اليوم من خلال منبركم بخاطب كل الجهات العامة وكل الجهات التخصصية أنه هالطاقة لازم
نستثمرها. لازم نستثمرها ولازم تبصر النور. اليوم نحن رايحين باتجاه فصل الشتاء، أنا جاهز لإطلاق منظومة التدفئة كرافد للحكومة بدعم المواطنين بتشغيل التدفئة ولو بشريحة مثل ما حكينا، شريحة صغيرة ولو كانت بشكل ابتدائي خلينا نقول، لتعميمها لاحقا من خلال وسيلة آمنة وبسيطة. وأهم شيء إن اليوم هي صديقة للبيئة، يعني حسب دراسات نحن رايحين لفناء الأرض بسبب الاحتباس الحراري يعني. فاليوم نحن فخورين بحضرتك وفخورين بإنجازك، نتمنى اليوم هيك هذا المشروع يتعمم ويكون لحضرتك الدعم من كل الجهات المعنية وصوتك يوصل. انبسطنا بحضورك اليوم، وأكيد لنا وقفات تانية نشوف اليوم تطور مشروعك لوين وصل. شكرا لك الباحث والمخترع إياد محمد زهران. شكرا لحضورك معنا، ونتمنى لك التوفيق والنجاح وإلى هيك مشاريع قادمة لسه يعني بتخدم دائما البلد إن شاء الله. شكرا.